مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلاير ستوري الموسم الثاني. زي ما عودناكم باستضافه النجوم، ضيف حلقتنا لليوم حارس دولي ابن مدينه سبها، لعب في عده انديه ليبيه منها انديه الجنوب والشرق والغرب، يعتبر من افضل حراس الموجودين حاليا. خلينا نمشي نشوفوا الكابتن احمد عزاقة ونولوا لكم. كابتن، قبل كل شيء في الوقت هذا ضروري ما نتكلموا على حاجة مهمة. كيف تقضي في وقتك في الكورونا؟ وش دارت فيك في التدريبات؟ نعرف ان الكورونا قصدي تأثر على الرياضي هلبة في من ناحية التدريبات لما وقفت فترة طويلة. فترة الكورونا والله هي فترة صعبة الحق، شيء صار فيها يعني جت زي الصدمة. صح. فترة الكورونا طبعا انا كنت في تونس، هو في معسكر اعداد ولا مع فريق؟ لا كنت انا شخصيا يعني اعداد شخصي يعني مع مدرب حراس خاص. وكانت الامور كويسه باعتبار ان اليوم منسق انه المفروض يكون في احتراف في احد الانديه السعوديه. جت فتره كورونا غادي يعني. طبعا قصه الاحتراف، علاش اللاعب الليبي ولا علاش احمد عساقة ما يمشيش يحترف برا؟ هل على خاطر الحدود المادي ضعيف اللاعب الليبي يعطوا فيه في الانديه برا؟ والله هو تو انت ما هو في فرق لما انت ذكرتني هنا باعتبار حراس المرمى يختلف عن الرياضيين. صحيح. لكن انا بنهدف لك بصفه عامه الرياضي، طبعا المدخول المادي اكيد حيكون اقل من هنا من في ليبيا، باعتبار الناس اللي تعرفك يعني حتكفيك اكثر من الناس اللي ما يعرفوكش يعني في برا. صح. نعرف احنا الدوري الليبي مش ولا يعني تكون من الدوريات اللي مش مصنفه. صحيح، مش معروفه. مش معروفه يعني زي الناس ما يعرفوكش غادي، فبتمشي عن طريق وسيط وكيل حاجه زي هيك، الا لما تكون يعني منتخب ومعروف وكذا ممكن تمشي برقم كويس او حاجه زي هيك. لكن انت حارس دولي كم؟ لا ما انا تبغى نجيب لك من اللي هو الشق بتاع حراس المرمى. حراس المرمى عندك احتراف مسموح لك تو في الدول العربيه اللي هي في السعوديه فقط. السعودية احنا طبعا نشوف السعودية بس هي اللي عندها حراس مرمى فقط، هذا نظام تاع الدوري بتاعها. طبعا احنا نشوف الطفرة الأخيرة اللي صارت في السعودية اللي هي ولا دوري محترفين، يعني حتى تو ممكن على ما اعتقد لك هذا زي ما سمعت اتحاد الكورة بتاعهم كان يقول فارض عليهم انه هو يكون لاعب دولي معروف وكذا، حتى يعني يتكلفوا بالمصاريف بتاعها، يعني يجيب لك كل المعروف زي ما تقول. طبعا بداياتك كانت في عام 98 في قرطبية في سبها. نبوا الذكريات بتاع البداية، الحاجات اللي ما يعرفها حد مش اللي يعرفها الناس. كنت ايوه ذكريات، خليك معنا صريح ودقيق في التفاصيل. ايوه صريح. الحاجات هي بالعكس انا لما اتكلم عليها نفرح الحق. بدايتي كانت في القرطبية، بدايتي زي ما تقول هي طبعا الكورة في بدايتها كانت في المدرسة. صح. المدرسة وكانوا أصدقائي كلها طبعا زملائي اللي متعين الكورة فترة ذيك في نادي قرطبية، يعني كلها زملائي في الدراسة. صح. طبعا لعلمك ما كنتش حارس مرمى، كنت ألعب وما نحبش حاجة اسمها حارس مرمى. مش أنت هيك قصدي، كنت تحب حارس مرمى وتدري؟ لا وكنت أنا زي ما تلعب مهاجم كنت؟ كنت وسط يمين. نحب الامكان او كنت العب فيه، لكن زي ما تقول وعندي قصدي مهاره في رجليك ولا غيرك وخلاص وقت. لا فيه ذاك الوقت فيه باعتبارك انك انت تمارس في اللعبه في المسبيدات. كنت قبل الحاجه المتميز بها ان الاوفر بتاعي كويس والسرعه بتاعي كانت باعتبار لما جيت القامه ما شاء الله. لما جيت تشوف القامه في الوقت في الوقت هذاك يعني نفرق عن ناقص. صح. تو انا لما بتشوفني في نوريك صوره ممكن في البراعم نفس الطول اللي تو انا بيه. صح. يعني لما تقارني بزملائي كنت فارق، فهمت؟ ايه. فكلمني قال لي نبو كذا ونقصنا حارس، قلت له اسمع انا حارس مستحيل امسكها، اللي هو الكروب نقولوا له خالد كافو. كان الخمسه بتاعنا وكان الكابتن. فهو الشخصيه اللي كلمني قلت له اسمع انا نجي نحاول اني العب قدام، حصلت باهي ما حصلتش تلقاني حارس مرمى. صح.
فعلا طبعا داروا تقسيمة مدرب قسم يمين يسار واحد هيك واحد هيك طلعوا 11 غادي بحارس مرمى وانا طلعوا 10 وناقص واحد. ايه قالوا الحارس ضروري احمد الحزاقة. لا ما انا اللي زدت مباراة جديد. جديد ايه. قالوا امسك انه حارس معليش. اول ما خشيت قلت له يا كابتن خالد انا وصلت وضع كاني خلاص. فعلا من ذاك اليوم مشيت وحبيت الامكان. تو خلينا نتكلموا على الحاضر اللي تو. تمام. طبعا المباراة اللي الأخيرة اللي كان فيها حارس الكابتن أحمد عزاقة مباراة غيني مباراة الذهاب بأمانة الفريق تام ما كانش في مستواه ولكن في التواصل الاجتماعي شنت هجمة كبيرة على مستوى الغربي أحمد عزاقة. أنت شن تبي ترد على الجمهور الرياضي في الموضوع هو؟ أنا تو ممكن أنا نتفهم ممكن النفسية ما كانتش مهيئة الدوري واقف ولكن الجمهور الرياضي دائما يبي الربح فهمت؟ ما أنت تو ذكرت الحاجات ما هي النقاط المهمة الصغيرة هي هي اللي تفرق يوم المباراة ويوم المعسكر. يعني تو لما نشوفوا أغلب مدربين اللي يدربونا كلهم يقولون نفس الكلام راهو الكورة اللي في العالم يا سيدي ما نبوش نقول العالم نقوله في الوطن العربي كلها واحدة باعتبار أن اللاعب الليبي ديما معروف ممتاز بالمهارة والفطرية يعني اللي ما هندربه يعني الاختلافات وين؟ اختلافات في التقديم البدني في هذا يعرف امتى يبدا الدوري ويعرف امتى يكمل ويعرف امتى يصيف ويعرف امتى يقوي وامتى يدير وما زال خطه التفاصيل اللي لما تقرب المباراه يعني النقاط هذه البسيطه هي اللي تاثر في يوم المباراه. صحيح. الحاجات الاداريه، الحاجات الفنيه، حاجتك تبدا واتيه، حاجات يعني تفاصيل ممكن هذاك اليوم ما كنتش اعتبر روحي ما كنتش في المستوى. بيطلعوا زاز صور تمام من حراس المرمى المعروفين في ليبيا تمام وبتنقي لي من الافضل منهم يعني ما فيش واحد ما فيش واحد بس وكل ما تختار يعني بيطلع صور ثانيات في الاخير بيطلع نفر واحد يعني لازم نزعل واحد ضروري بتزعل هلبة مش واحد طبعا الصورتين الاولاد وسام البودي وجمعة قطيط جمعة قطيط الافضل بينهم فنيا فنيا هيك بحتا ايه ايه قولي هذا رايك ما فيها شيء هي ما هم اثنين اصحابي وزي اخوتي ايه ممكن نختار وسام مودي باعتبار انني دربت معاه في المدينه وسام بيجي جنبه توا اسامه السنوسي اسامه السنوسي ايه مازال روني قاعد ما اعطيتكش راجل محترم بما تعنيه الكلمه صحيح يعني انا ممكن ما نعرفهاش زي ما تقول صاحب ايه مش قريب ليه ايه بس صاحب ديما تواصل ونهدرزو وديما زي ما تقول ديما مثلا في المباريات يحفز فيا وكذا ومتابعني وبارك الله فيه الحق لكن انا بنقعد عليه وسام باعتبار انه هو اللي احتكيت بيه مع شخصيه وسام اليوم قمتها بيه انت طبعا توا وسام بنحطه جنبه احمد العماري برضه صاحبي وصديقي نتواصل انا وياه وسام البوت الاخيره ممكن في مباراه المنتخب يكلم فيها وكذا ويراسل فيها على علاقتك بهم كويسه يعني لا اللي سميتهم كلها علاقتي اخويه يعني قاعد وسام قاعد وسام با قلت لك باعتبار اني انا احتكيت مع شخص تو نبيك تقعد على وسام لسه بنقول محمد نشنوش محمد نشنوش نشنوش يعني زي ما تقول هو كان في نادي الشط وانا كنت في اواسط الاتحاد نلعبوا ضد بعض يعني من الفتره هذيك في المنتخب كنا مع بعض يعني علاقه اخويه الحق وصديق محمد نشنوش في سام الود يعني لازم نحرج واحد انا اعطيك محمد نشنوش باعتبار انه قدم فتره كويسه ومسك المنتخب لفتره طويله يعني والحارس الوحيد المتوج في ليبيا يعني. اي بالضبط. طبعا تو اخترت محمد نشنوش. وانا بقيت محمد نشنوش انا بنجيب لك اسم تو اكيد في سنكم كنتم متاثرين به. كابتن مصباح شنقل. مصباح شنقل. واحد من عمالقه الكوره. اكيد. على مستوى الوطن العربي مش حتى ليبيا بس. اكيد. طبعا احنا ما لحقناش عليه ما تفرجناش عليه ولكن وهذه المشكله انا تو اللي بنقولها لك المشكله اني نايم انت تو هيك خليتني نقول حاجه ممكن شرع لا ما يعرفهاش اللي هي شن. شنو اني نايم ما انتبهتش في الكوره اي كبرة ما
بصفة عامة. ما تفرجش. ما نتفرج. بكل. أبدا. غريب هذه كابتن. هذه هي. أنت قلت قريتها حاجة. الدوري الليبي نتفرج. لكن الأوروبي شيء. والله تقول لي تو قول لي مين في ريال مدريد ومين برشلونة. بكل. يوفنتوس عندك كريستيانو برشلونة ميسي وخلاص. هذا هم. بس. بقوله على حسب زي ما تقول ما نعرف. مسموع زي ما نعرف إنما كقيمة. مصباح شنقب. مصباح شنقب. تترك مأزق شوية لكن عادي. مصباح شنقب سمير عبود. عسد فيها. بناخذ سمير عبود من غير تردد. هنقول لك علاش. طبعا ديما صاير تو نقول لك ليبيا نصها تكون مصباح ونصها تقول سمير. قول سمير صحيح. وهي هي ظروفها شوية من ناحية الانتماء فهمت. فأنا تو بنجاوبك قلت لك سمير لأن أنا كرأي شخصي مش كإحصائيات وش نجاب وش ما جاب. أنا سمير دربت معه وفترة ديك زي ما تقول هو اللي كان على الساحة. وأنا كنت من واحد المعجبين به يعني بي أكيد. في طب طريقة لعبة بكذا وقتها سنين طويلة سمير في الدراسة. هنختار سمير. سمير عبود. في فقرة من الأسئلة جاوب بصح أو غلط برضو. وتقول علاش برضو. غلط أو صح. أوكي. أحمد عزاقة كان قريب من التوقيع مع نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الأخيرة وتفاهم مع شخص داعم للنادي قبل سنتين أو ثلاثة وكلام الشارع الرياضي يقول أنه خذيه مبلغ ولكن أحمد عزاقة كان يربط عقد بنادي المدينة صح أو غلط؟ هو تو في أنت هو بنقول لك صح بنقول صح لكن في نقاط فيني ايه وضح لي نبيك توضح لاش مجاوب هذه هي هو صح لك كان في اتفاق مبدئي مكانش عقد مع واحد من الشخصيات الاتحادية نقوله واحد من الشخصيات كان اتفاق مبدئي طبعا اتفاق مبدئي شنو ينص طبعا كان عقدي مع المدينه هو الرياضي اصلا يقدر في القانون يقدر يتفاهم مع اي نادي قبل انتهاء عقده بستة شهور فانا قدرت انا قلت لاني موقع موسم رياضي الموسم هذا مش معروف متى يتم فانا ندير اتفاق مبدئي طبعا بعلم اداره نادي المدينه باعتباره قالوا لي جدد وكذا وانا قلت لهم تغيير ممكن في الوقت هواء كويس باعتبار يشوف لك حياتك وكذا وعندك لرؤية لتطلع انك انت تلعب في كل حاجات هلبة طموحات عندك تبي تلعب خارجيا وتبي كذا فصار الاتفاق المبدئي بشرط انه شنو انسحاب نادي المدينة يجي ويكون الموضوع رسمي جدا فما وفقتش في السنة دي كما صارش كان عندك عقد كان ما وإدارة المدينة ما قدرتش تتخلى عليك بالضبط السنة اللي بعدها اللي هي مفروض السنة هذه المفروض مفروض أنين نوفوا بالاتفاق المبدئي اللي صار بس صارت شوية عراقيل وصار الاتفاق المبدئي تغير وكذا فما لعند اللحظة هذه زي ما نقوله ما في شيء يعني ما فيش فلوس الدفعة صح الدفعة الأولى كان في مبلغ مبدئي ما وكان في الدفعة الأولى مبلغ مبدئي اللي هو ما هو الناس تقول دفعة أولى دفعة أولى من العقد ما هي ما هيش مقدم مش مقدم عقد لأن هي موقعتش عقد فهمنا على مبلغ وكيف حيكون السياق وكذا هو في الكورة برا يقولوا زي ما تقول زي الهدية قبل التوقيع ما فيها شرق فكانت هكي باعتبار انها بتمشي بتتم الامور وكذا وكل شيء فالاداره الحاليه قالت انا في فتره ما كان شخص داعم للنادي تو انا ما عنديش امكانيات وما نقدرش نوفي وكذا المبلغ اللي عقد احمد عزاك معناها صح ما صارش تفاهم اللي في الصوره الصحيحه هذيك وموضوع معلق عند اللحظه طبعا كابتن في فتره كان أحمد عزاقة ديما يستدعى بأن يكون حارس ويمثل المنتخب الوطني ولكن قعدت فترة طويلة ما لعبتش والله هو أنت دو في الاستدعاء الأخير تم استدعاء بإذن الله تشوف في روحك خديت فرصة كافية ولا ما زال والله هو تعتبر ما هيش هذيك الفرصة الكافية فهمت بس في النهاية بقول رأي مدرب أنا أحترم رأي المدرب ما يكون رأي
انا غلط، مش من راي مدرب، مش من مدرب الحراس. مدرب الحراس ماشي، كان مدرب الحراس هو اللي يقول لا لعب ما يلعبش، ما يلقيش حد تو، حتى المدرب الفريق يتكلم. تو تغيرت الراي الفني كله يختار، ويرجع لمن في النهايه؟ يرجع لمن؟ يرجع للمدرب العام. لكن كيف ياخذ المدرب العام باستشاره من المدرب الحراس؟ يعني تقول مدرب الحراس من يلعب كذا كذا، بعدين هو في من المدربين يقول لك يطمش، يقول لك لا لا انا نبي فلان فلاني، وفي من المدربين زي ما تقول تعاطي، يعني زي ما تقول ياخذ كلمه الحراس المدرب الحراس ويلعب اللي يبي المدرب العام. عدم احتراف احمد عزاقة بسبب المردود المادي الضعيف اللي تعطي فيه أندية أجنبية للاعب، صح ولا غلط؟ هو كابتن عندك ظروف قدامك، هم 6 ظروف عندك، 4 بتجاوب عليهم اجباري وزوز تقدر تمتنع عليهم. أسوأ مدرب دربك؟ أسوأ مدرب مريت معه في فترة هيك ما كانش مناسب معك؟ أسوأ مدرب دربك؟ خلاص الغي والله ما يطلع حرف منه السؤال. من تفضل بين نادي الأهلي والاتحاد؟ من مشجع مني؟ جاوب هو خير من خير من نسوى مدرب، خير من نسوى مدرب. هو شوف جاوبك بنجاوب الاتحاد باعتبار انا كنت تلعب فيه، كنت ملعب موقف طريف امرك استنساف الكون طريف احكي لنا حاجه موقف أقول لك حاجة مش هتتوقعها على الغيم هذا خلاص قلنا نبغى زوز صح؟ ايه زوز طب انت لغيت زوز تشوف نفسك بعد الاعتزال محلل رياضي مدرب والله شوف وكيل لاعبين مدرب مدير كورة والله ما فيش ان كلهن حيكون عادي في المتناول بس المفروض انا متجاهله اللي هو يكون زي ما تقول مش وكيل او ولكن في مجال التدريب في مجال التدريب المفروض يكون حاجه زي افضل واقوى مباراه لك درت فيها فورمة مش عادي افضل واقوى كانت مباراة يعني اللي هي اللي قاعدة زي ما تقول راسخة في بالي يعني تو وأنا لما لعبتها كان لها فضل عليا وشعور أنا حسيتها مش نفس المباراة ممكن تتفرج عليها في مباراتين تقول لا كان عزاقة فورم في المباراة هذيك أكثر من هذيك لكن أنت حسيت فيها نفسك فورم هي كانت في 2008 كانت في الدوري الممتاز اللي هي اول سنه لي بعد الاواسط مع الهلال من لا العروبه العجلات أيوه. هي كانت انتقلت من نادي الاتحاد الاواسط ل انتقلت لنادي العروبه العجلات اللي هو كان في الدوري الممتاز وهي كانت اول مباراه لي في الدوري الممتاز وكفريق اول كانت ضد الاهلي طرابلس هذه سهل جدا شنو هو السؤال؟ عموما لما تبدا رجلك كبيره رجلك تبدا الصراحه. كيف بداش يا كابتن؟ 50 بالضبط بالضبط اعطيني مش تاع الاديداس الواحد العادي هو الاديداس انه فيه نص ثلاث ارباع مش عارف شنو. اي ما هذا هو الحذاء العادي نلبس 44 44 والاديداس؟ والاديداس نلبس 44 ونص ونص وفي احذيه وثلث. تلقى فيه ساعه تقعد تدور. لا نلقى باي كويس هذا كله كويس. متناول.
طبعا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام توا في فقره السبوره مع الكابتن احمد عزاقه. طبعا الكابتن احمد عزاقه اليوم كان جريء جدا في السياره. توا عندنا مجموعه من الاسئله نبغى نسالوه ويكتب لنا عليهم في السبوره. كابتن توا في مجموعه من الصور بتظهر على الشاشه بتقول لنا عليهم تعليق. الصوره الاولى الكابتن احمد التربي. كابتن احمد التربي. كلمه واحده ايه باه اللي هم كم عندك؟ واحد عشان نختصره في الموضوع. خمسة سامي. إيه كابتن. حنكتب من غير ما نعلق. إيه تمام. حنكتب لك كلمة واحدة بس. المثابر. أحمد التربي مثابر. مثابر أو إيه. بالتاء. الاسم الثاني محمد مفتاح. محمد مفتاح. طبعا مفتاح. محمد نجولة تحية صاحبنا هلبا. أكيد هذا ولد بلادي في النهاية. والمنطقتي بالأخص. محمد مفتاح نكتب له الأسست. هذا محمد مفتاح الأسست اللي هي طبعا كرة كرة الهدف. أيوة. الاسم الثالث الكابتن علي سلامة. واحد علي سلامة من المدافعين الكبار واللي عندهم تاريخ كبير مع المنتخب الوطني والأندية. علي سلامة ما يعرف علي سلامة. علي سلامة العسلة. شو بنكتب لك يا عليوة؟ نكتب لك نكتب لك الأمان. علي سلامة الأمان. لما يلعب قدامي تحس بطمأنينة وأمان. طبعا تو الكابتن فيصل البدري احد افضل لاعبي خط الوسط واللي نتمنوا له انه يرجع لمستواه لانه لاعب كبير ويحتاج المنتخب الوطني. فعلا. اوصف لك في كلمه واحده. طبعا مش نكتب لك التقليديه اللي مايسترو هذه كلها مايسترو الكل يعرفها. حنكتب لك ان شاء الله طبعا ما يزعلوش منا كلهم. لا كيف عليهم باعتباره مجبور في كلمه. الموسيقار. طبعا الاسم الاخير هو الكابتن احمد الكيلو. الكيلو سيرجيو ريال. حنكتب اكثر حاجه مميزه فيه اللي هي ديما نعلقوا بها عليها هي يا كيلو. هي خلاص هذه كبيره هلبا كابتن. كينج ما طبعا شخصيته غالبه عليه فهمت. يعني ديما جدي شخصيته ديما جدليه فهمت. ايه يعني ديما الحق هو طبعا صاحبي ومنتخب وديما نقول له انت الشخص الوحيد اللي نشوف فيك في ليبيا. ايه ان الاحتراف يمشي معك. الاحتراف طبعا هذا الخطاط افضل تشكيله في تاريخ ليبيا بوجهه نظر حارس الدوري احمد عزاقة. ما نخليش فيك من اختار من بدايه الكوره لتو. حارس المرمى عبد الله طه. حارس المرمى لوطا. واحد يدير في التشكيله ما يكتبش روحه هذه كبيره هذه. يا سلام عزاقة هذه الجره طاحت. الزبور قريب طاح. جره كبيره يا كابتن. في ناس عمالقه وفي ناس والله يدبروا راسه. تكنيك انت خلاص ما عندكش ثقه في حد الان بين الماضي والحاضر. الماضي عندنا مجزلي عادي. طبعا الليبيين حنحط لك هنا قدام الحارس. ايه الصخرة نحط لك شيباني. با ما عرفت شيباني يون. كيف يونس من افضل المدافعين في تاريخ ليبيا او جنبا لعبوا مريمي. الكابتن عمر مريمي. ايه غادي وعلى اليسار اليمين يعني نبوها من تو وقبل. اكتب لك معتوق. انت تو بديت تخش هنا في موضوع سبعه يا كابتن. لا هنا قناعه تامه. باه تو هنا هنا اكتب لك مغربي
المغربي. محمد المغربي طبعا من افضل نادي الفوفرات الليبيا كلها. انا ما هما زوز عندهم النزعه الهجوميه. انا فكاك. فكاكين. فكاكين بنحط لك هنا. هذه راه هجوميه هلبا هضم زوز زوز راه طايرين قدام مدرب وطريقه لعبه. حاط زوز صخرات هنا وعندي عندي اظهره كما فيش جناحين هنا يساندوهم ولا بتضيع مباراه كابتن. يستر الله. حط لك هنا نادر ترهوني. ايه احمد هنا. احمد سعد. احمد هنا حطوه يسار يسار. ايه احمد غادي يعني. 4-4-2 انت 4-4-2 في عندك واحد اثنين مني. ايه لحظة عندك هنا حمدو. حمدو وعندك هنا عادي هنا هنا المهم طارق كابتن طارق التاي تو عندك تسعتين نظلم تسعتين من عندنا بين الماضي والحاضر. طبعا احنا انا تو شو بندير بندير بين المهارة وتسجيل الاهداف. ايه لحظة عندي لك هنا مصلي وهنا بندير لك مصلي ما حتى هو يلعب حتى 9.5 راه يلعب حتى شوي. ما انا تو بنلعب بنلعب زوز تسعات. ايه وهنا من بنلعب لك لعب لك وشناف. وشناف ليش بشناف؟ علاش ليش بشناف؟ لا قلت لك ليش قصدي فسر لنا تو بشناف شو بدي نحكي على في الخطه انا مش على رايي ليش بشناف عندك. طبعا انا شنو قلت لك بندير هنا المصلي باعتباره مهاري. آه. وهذا محط لا ماهوش محطة محطة طبعا لعلمك لأن كروات الهوائية دي ما يختفاش. آه بالضبط هنا يعد ما عندناش الأنانية في الصندوق. صح واجد يعني هي كورة يعني مرات هو هي هذا يلعب وتلقاه هو اللي يسجل مرات. صح. طبعا كابتن احنا وصلنا لختام الحلقة نشكرك طبعا على جرأتك الكبيرة. احنا نشكرك اليوم على تلبية الدعوة وكنت ضيف الحقيقة جريء جدا جدا. انا اليوم قلت على الله ان شاء الله ما يزعلوش مني. كلمة أخيرة كابتن. طبعا أول حاجة بارك الله فيكم. فكرة كويسة وحلوة. أنا الحق فرحت بها لما تكملنا اللقاء تو وشفنا مجريات اللقاء. طبعا ديما احنا نقول ان شاء الله ربي يوفقنا تو في المنتخب. ترجع الكورة زي زمان. ترجع الكورة هي طبعا المنتخب هو اللي يفتح لك. طبعا هي صعبة باعتبارك انك انت من ظروف يعني اللي عايشين فيها احنا ما فيش دوري وكذا كيف انك تربح في المنتخب وتأدي حاجة كويس. لكن ان شاء الله تكون هي المفتاح باش يرجع الدوري والحرب هذه باذن الله نحطوا لها خطة نهائية وتنتهي وترجع الحياة زي قبل ان شاء الله. شكرا لك كابتن. مشاهدينا الكرام طبعا وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقة الى ان نلتقي في حلقة جديدة مع ضيف جديد. تقبلوا تحياتي محمد مسعود والى اللقاء.